ما الذي يجعل شخصا ما يقوم بتصرف سيء؟ هل هي ظروف حياة صعبة مر بها؟ أو رغبته في حصد الاهتمام؟ أو الشعور بأنه مظلوم وتتم إساءة الحكم عليه دائما؟ في رأي الفلكيين، بالنسبة لبعض الناس يرتبط سلوكهم السيء بالأبراج، فيزعم هؤلاء أن العلامات الفلكية الخاصة بنا قد تؤثر كثيرا على شخصياتنا وكيفية تفاعلنا مع الأشياء. في هذا الفيديو من قناة رويش تيفي سننقل لكم القائمة الكاملة لهذه الأبراج، يصفهم الفلك بأنهم عنيدون ومقاتلون وغيورون. فلماذا قد يقدمون على التصرف بشكل سيء مع الآخرين؟ قبل المواصلة لا تنسى دعم القناة بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة رابط الفيديو مع الأصدقاء. لا تنسى أيضا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. هذه هي قائمة الأبراج الستة التي قد تتصرف بشكل سيء مع الآخرين أحيانا. البرج الأول على قائمة الأبراج التي تتصرف بشكل سيء أحيانا، برج الحمل. عندما يصاب برج الحمل بالتوتر والإرهاق يصبح كل من حوله مزعجا بالنسبة له. عندما ينفد صبره سيفقد آخر عصب له على التحمل، وحينها سوف يتحول إلى شخص آخر فيصبح عدوانيا ويدخل في مواجهات تتسم بالحدة ولا تقبل أي تراجع أو استسلام. خلال هذه الأوقات لا يفكر برج الحمل في مشاعر أي شخص آخر أو ما قد ينتج عن أفعاله. الآن لم يعد برج الحمل شخصا ممتعا وحيويا كما هو معتاد، ومن الأفضل تجنبه حتى يبرد ويعود إلى طبيعته وهدوئه. البرج الثاني على قائمة الأبراج التي تتصرف بشكل سيء أحيانا، برج الثور. إذا دخل برج الثور في نوبة عناد مزاجية فسيكون لديه تصرف سيء. مواليد هذا البرج سيعتقدون أنفسهم أكثر ذكاء وتفوقا من أي شخص آخر. سيجد هؤلاء صعوبة في تقديم أي تنازلات، وعندما يكون لديهم موقف عنيد تكون التسوية معهم من سابع المستحيلات. يميل مواليد هذا البرج إلى الاعتقاد بأنهم دائما على حق. أخيرا، لا تعتقد أنه نظرا لأن برج الثور يمكن أن يكون من النوع الصامت القوي فلن يقبل الدخول في معركة جسدية، لأنه قد يفعل ذلك إذا ما اضطره الأمر. البرج الثالث على قائمة الأبراج التي تتصرف بشكل سيء أحيانا، برج الجوزاء. أحد الأسباب التي تجعل الجوزاء يتصرف بشكل سيء هو أنه يمكن أن يكون غير حاسم للغاية، مما يجعله قلقا. عندما يتخذ مواليد هذا البرج قرارا أخيرا بعد التردد الشديد والانتقال ذهابا وإيابا، فقد يندمون على هذا القرار بعد أقل من ساعة. يميل الجوزائيون إلى تولي مشاريع أكبر من أن يتمكنوا من التعامل معها، وبدلا من أن يكونوا صادقين ويعترفون بأنها أكثر من اللازم فإنهم يواصلون العمل، مما يؤسس لهذا الاستياء. بحلول الوقت الذي ينتهون فيه فإنهم يصبحون بمزاج سيء للغاية، لقد تحملوا بما يكفي. البرج الرابع على قائمة الأبراج التي تتصرف بشكل سيء أحيانا، برج العقرب. أحد الأشياء التي تساهم في قيام العقرب بتصرف سيء هو حقيقة أنه يمكن أن يشعر بالغيرة الشديدة
من نجاحات الآخرين، وهذا الأمر قد يسبب له القلق أيضا. يمكن أن يصبح برج العقرب عدائيا وممتعضا عندما يعتقد أنه لا يحظى بالتقدير أو لا يحصل على ما يشعر أنه يستحقه. هناك جانب مظلم وراء سلوك العقرب السيء. مواليده لا يلعبون عندما يعترفون أنهم غاضبون من شخص ما، وعليك الحذر، فالانتقام شيء يرتاح له برج العقرب. البرج الخامس على قائمة الأبراج التي تتصرف بشكل سيء أحيانا، برج الدلو. في بعض الأحيان يكون من السهل معرفة أن مواليد برج الدلو لديهم موقف سيء، لأنهم يصبحون ناقدين وساخرين للغاية. لا أحد يريد أن يكون محور سخريتهم، لأنها سوف تغدو شخصية ومؤلمة. كما يمكن أن يكونوا متعجرفين ويتصرفون بفوقية مع الآخرين، وهذا ليس أمرا محمودا ويسيء لانفتاحهم على الناس. لكن على كل حال، برج الدلو معروف بالنأي بالنفس والابتعاد عن المحيط. يعتمد موقف مواليد الدلو السيء على مزاجهم، لذلك لم تحذر أبدا ما الذي قد تحصل عليه عند الاحتكاك معهم. البرج السادس على قائمة الأبراج التي تتصرف بشكل سيء أحيانا، برج العذراء. يتصرف مواليد العذراء بشكل سيء عندما يكونون قاسيين ويطلقون أحكامهم. إنهم يميلون إلى الإفراط في النقد، وفي بعض الأحيان تركز عينهم الناقدة على أشخاص آخرين. إن العذارى أذكياء ويمكن أن يكونوا على دراية بكل شيء، لذلك إذا تحداهم شخص ما في معرفتهم فلن يكونوا لطيفين. بدلا من ذلك سيكونون غاضبين، وسيتضح من موقفهم السيء أنهم عازمون على تدمير المتحدي. اكتب لي في التعليقات من أنت من بين الأبراج الفلكية، وهل تتصرف أنت أيضا بشكل سيء مع الآخرين أحياناً؟